السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجنا نماذج مشرقة. برنامجنا متنوع، في كل جديد، كل مفيد، كل ما يفيد الصحة، كل ما يفيد المجتمع، كل ما يفيد وطننا الغالي. معكم حنان بدر وأستاذ عامر. ازيك يا أستاذ عامر؟ النهاردة هنبدأ حلقتنا أعزائي المشاهدين بالجيش المصري الأبيض، دكتور عبد الرحمن كمال. معنا فيديو كده، نبص نشوف الدكتور عبد الرحمن كده. ماشي، اتفضلوا. دكتور عبد الرحمن كمال، دكتوراه الجراحه العامه طب عين شمس، زميل الكليه الملكيه للجراحين لندن انجلترا، زميل واستشاري الجراحه العامه وجراحه المناظير والاورام والجهاز الهضمي بمستشفى الساحل التعليمي القاهره. مواعيد العمل خميس، جمعه، سبت، من 4 مساء الى 10 مساء. أولاد صقر، شارع البحر، أمام بنك قرية للتنمية والائتمان الزراعي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورنا جدا. أنا الزعامر. أهلا بك. أول سؤال عندنا طبعا النهاردة حديث الساعة يا دكتور، فيروس كورونا. عندنا أسئلة كتير جدا، إيه هو فيروس كورونا، طرق انتشاره، طرق العلاج، طرق الأعراض اللي بتظهر عن مريض، أسئلة كتير جدا، والمفروض حضرتك تتفضل تجاوبنا. اول حاجه نقول ايه هو فيروس كورونا؟ والله حضرتك، هو فيروس كورونا، بسم الله الرحمن الرحيم الاول، وفيروس كورونا يعني احد الفيروسات، وكورونا دي مجموعه من الفيروسات، مش فيروس واحد بس. فالفيروس عباره عن بروتين وغلاف حواليه، لما هو في حد ذاته ماده ميته، انما هو لما بيغزو الخليه الحيه بيزرع هذا البروتين بتاعه جوه التسلسل الحامض الاميني بتاع الخليه الحيه، وبيبدأ يتناسخ مع الخلية الحية. مجموعة فيروسات كورونا دي مجموعة قديمة موجودة من زمان، يمكن من 1930 وهم يعني اكتشفوا الفيروسات كورونا دي، وبتنتشر من بين الحيوانات وبعضها. هو في 7 أنواع بس بتصيب الإنسان، أهمهم 3 بيصيبوا الجهاز التنفسي بالنسبة للإنسان. أشهر 3 فيروسات بدأ ظهورهم في 2002 بالفيروس اللي هو سارس كورونا فيروس، وسنة 2012 الفيروس بتاع منطقة البحر الأبيض المتوسط اللي هو الميرس كوفينا فيروس، وبدأ في 2019 الفيروس اللي احنا بنتكلم بصدده الآن، وهو فيروس كورونا المستجد. هو مش كورونا يعني من الأساس، دي مجموعة لسه ظهر جديد، لا، ده هي مجموعة موجودة من زمان، بس يعني الفيروس النوع دوت من الفيروسات بدأ في نوع جديد مستجد يظهر، وهو كورونا فيروس اللي هو كوفيد 19. كوفيد 19 ده اختصار لاسم كورونا فيروس ديزيز 19، دي سنة 2019، وبدأت يكتشفوه سنة 2019 في الصين، وبدأ اسمه يبدأ بسارس ان كورونا، يعني نيو كورونا اللي هو كورونا المستجد. وبدأت وزارة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، تديله اسم اللي هو كوفيد 19 في 11/2/2020. فكوفيد 19 اختصار لكورونا فيروس ديزيز سنة 2019. طيب أهم ما يكون بقى يا دكتور الانتشار، هو الانتشار. الفيروس ده بينتشر عن طريق الرذاذ بتاع الإنسان المصاب، بس هو في مشكلة إن هو الفيروس بينمو على الأسطح يعني والأشياء الأخرى، يعني ممكن يقعد على سطح صلب حي فيتنقل عن طريق اللمس، بالنسبة عن طريق الغشاء المخاطي. عشان كده أي يد شاكين إن هي ملوثة بالفيروس المفروض ما يلمسش ولا الفم ولا الأنف ولا العين، لأن هو بيتنقل عن طريق الغشاء المخاطي بتاع الإنسان. في احتمال وارد إن هو ينتشر عن طريق الجروح في الجلد، لو في جرح والسطح ملوث أو اليد ملوثة بهذا الفيروس فممكن يتنقل عن طريق الجروح. فهو بينتقل عن طريق الرذاذ والجهاز التنفسي وعن طريق الاغشيه المخاطيه والجلد اللي لما يكون مجروح. طب عشان كده بقى احنا بنخف من الاختلاط، وبنخف من دايما لازم كلنا نبقى موجودين في البيت، ولازم الاطفال ما يختلطش، ووقفنا المدارس منعا للانتشار. طيب طرق الوقايه يا دكتور؟ طبعا هو عشان الفيروس نفسه بينتقل عن طريق الرذاذ مش عن طريق الهواء، فطبعا لازم اول خطوه في الوقايه هو العزل الاجتماعي، يعني طبعا يبقى في مسافة كافية بين الفرد اللي هو ممكن يكون احتمالة إصابته بالفيروس والفرد السليم.
المسافة دي بيقولوا متر، متر ونص، مترين، بقى كل واحد هو عطسته بقى. يعني مش بهزر بس يعني يعني على الفور حد أمان يعني. فاحنا بنقول على طبعا اليد الملوثة والأسطح الملوثة ممكن تصيب بالفيروس، عشان كده لازم طبعا ما نلمسش الغشاء المخاطي بتاع الفم أو الأنف أو العين لما يكون في احتمال ان اليد ملوثه. ثانيا برضو العطس والسعال، يعني لازم يعني في لازم اللي بيعطس دوت يعطس في منديل، وبعد ما يعطس يرميه في المنديل ويرميه في الباسكت ويغسل ايده بعديها بالميه والصابون. لو هو معوش منديل ممكن نظافه شخصيه يعني عموما في الحياه عامه النظافه الشخصيه احنا بنتبعها سواء في فيروس او ما فيش فيروس. تمام تمام. ولو ما عندوش ما فيش منديل متوفر ممكن في كوعه اللي متني مثلا لو هو أيوة. بقى يعني اي وسيله تقال كلام. زي ما منظمة الصحة ده غسل الايدي طبعا بالماء والصابون لمدة 20 سنة، ده 20 ثانية ده طبعا خلاص اقر. لو ما فيش مية وصابون ممكن السائل الكحولي 70%. 20 ثانية. 20 ثانية بالنسبة للماء والصابون. 20 ثانية. طيب. أنا دلوقتي يا دكتور لو لا قدر الله حد حاسس إن هو ممكن يكون تعبان، أعراض المرض عليه بتظهر إيه يعني؟ إيه أعراض المرض؟ والله أعراض المرض حمى طبعًا، درجة حرارة عالية بتعدي 38.5، ودي بنسبة كبيرة قوي من العيانين، يعني تعدي 92% لازم يبقى عندهم حرارة عالية شوية. السعال والكحة غالبا بتبقى جافة، ودي بنسبة كبيرة برضو العيانين. بيحس بإرهاق شديد، بيحس بصداع شديد مستمر، دي أهم الأعراض. بعد كده ممكن يتطور المرض، ودي في حالات قليلة، بأن هو بيبقى التهاب رئوي حاد وضيق وصعوبة في التنفس وهكذا. فبيبدأ يعني هو المرض بيبدأ بأعراض بسيطة في الأول وبيتدرج بالتدريج، بخلاف فيروس الانفلونزا مثلا ان هو بيبدا بسرعه. فتره حضانه فيروس كورونا ده بتختلف من يومين ل 14 يوم، وبيبدا بالتدريج، ما بيبداش مره واحده ان هو بيبقى حاله حرجه. بيختلف اعراضه عن اعراض الانفلونزا في ان مثلا في الانفلونزا ممكن نلاقي درجه الحراره ما بتعلاش قوي، يعني بتبقى بسيطه. الارهاق ما بيبقاش شديد، الصداع ما بيبقاش صداع شديد قوي زي كورونا ومستمر. ما فيش انفلونزا ممكن يكون فيها التهاب في الحلق، كورونا قليل قوي لما يبقى فيه التهاب في الحلق. الارتشاح في الانفلونزا دايما بيبقى فيه ارتشاح انما في الكورونا ما فيش ارتشاح قوي. الام العضلات موجوده في الانفلونزا، في الكورونا ما فيش الام عضلات قوي. فطبعا بتبقى في اختلافات. اي واحد شاكك في الاعراض مش عايزه يعتمد على نفسه، يعني الافضل ان هو يستشير المتخصص. جميل جدا. هو ده كان سؤالنا. ده كان سؤالنا دلوقتي. حضرتك تنصح بايه للي حاسس ببعض من الاعراض دي؟ وفي علاج ولا مفيش فيه علاج ولا ايه النظام؟ والله بصي حضرتك، هو يعني موضوع الوباء الكورونا والفاشيه بتاعت فيروس كورونا دلوقتي بيصحبها فاشيه من المعلومات المغلوطة. أيوة جدا. لدرجة أن منظمة الصحة العالمية طلعت مصطلح جديد اسمه إنفوديميك. إنفو من إنفورميشن، وديميك أيوة. فاشية المعلومات اللي أيوة. ممكن تكون غلط. فإحنا لازم نعتمد على مصادرنا. طيب في المعلومات. دكتور معنا تليفون، معنا أستاذ محمود. ألو. أيوة أستاذ محمود تفضل. مساء الخير يا فندم. كنا كلمة الدكتور. اتفضل. سامعك دكتور حضرتك. الفرق ما بين فيروس كورونا والانفلونزا العاديه العادي، لان انا بحس ان دلوقتي ان ايه الناس دلوقتي بقت توسوس ناحيه ان عنده انفلونزا عاديه جدا بقت هي فيروس كورونا، والدنيا اختلط ببعضيها، يعني ما بقاش المواضيع واضحه، يعني ازاي نفرق ما بينهم في المرض؟ يعني هو دلوقتي بقى في هوس. يعني اي حد هو احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي يا استاذ محمود. يعني موضوع الانفلونزا فتره الحضانه بتاعت الانفلونزا بسيطه جدا، يعني مجرد ان انت بتتعرض للشخص المصاب ممكن يبدا معاك الانفلونزا بساعات، انما في الكورونا بيبدا بعد يومين ل 14 يوم. الانفلونزا فيها بتحس برشح، الحراره مش عاليه قوي، بتبقى اقل، حتى لو في حراره بتبقى اقل من 38. في الكورونا بيبقى 38.5 فيما فوق. الارهاق بيبقى شديد جدا في الكورونا، والصداع مستمر
انما الصداع والارهاق في الانفلونزا اقل. الانفلونزا بتبقى مصاحبه بالام في العضلات شويه، كورونا ما فيش الام في العضلات، الانفلونزا في شويه التهابات في الحلق، الكورونا ما فيش غالبا ما فيش التهابات في الحلق، الانفلونزا ليها لقاحات بالنسبه تاخدها. شكرا لحضرتك يا استاذ محمود. اتفضل. طيب يا دكتور، احنا عارفين الرئيس السيسي بيهتم جدا بصحه المصريين عامه، يعني كان في مبادره ال 100 مليون صحه، كان في مبادره اللي هي الكشف المبكر عن اورام وسرطان الثدي. حضرتك عامل مبادرة عن الكشف المبكر للفحص وأمراض سرطان الثدي. عايز أعرف من حضرتك، هي جراحة الثدي بس هي الجراحة أو هي الخدمة اللي حضرتك بتقدمها في المبادرة، ولا في أمراض تانية أو في جراحات تانية أو في علاجات تانية حضرتك بتقدمها غير إن هو جراحة الثدي؟ والله حضرتك يا أستاذ عامر، أن يعني هو ربنا سبحانه وتعالى وفقني أثناء تعييني إن أنا تعينت في مؤسسة صحية كانت أساتذتي فيها من مدارس مختلفة سواء داخل مصر أو خارج مصر. داخل مصر من مدرسة القصر العيني، عين شمس، الزقازيق، أولاد الزقازيق، المنصورة، اسكندرية، في المدارس العالمية في إنجلترا وفرنسا وأمريكا، فناس اتعلمت في أماكن مختلفة، فكانت بتنقل لنا خبرات مختلفة من جميع من مدارس مختلفة. ثانياً طبيعة دراستي كمان كانت متنوعة، يعني أنا خريج طب الزقازيق وخدت ماجستير ودكتوراه من عين شمس، وخدت الزمالة البريطانية سنة 2009، فطبعا والزمالة البريطانية دي طبعا فادتني بأن أنا غيرت يعني طريقة تفكيري بالنسبة بالنسبة ازاي تقابل العيان، ازاي تكتشف المرض، ازاي تحط خطة العلاج، ازاي المرونة في الاستجابة للعلاج والكلام ده، التعامل عامة مع المريض نفسيا او من خلال المرض تقدر ازاي تتعامل معاه، يعني مش الفكرة بس ان هو يبقى تعامل دكتور مع مريض، يعني تمام. انا بتعامل نفسيا مع المريض في طبعا المريض بيجيلي بالمرض ده عنده رعب شديد، كلمة أورام ثدي وسرطان عامة لأي حد يعني كلمة مربوطة أساسا سيء. تمام. طبعا بعد ما خدت زمالة خدت الدكتوراه 2013، وبعد كده خدت زمالة تخصصية الزمالة المصرية في جراحة الكبد والبنكرياس والقناة المرارية، فمجال عملنا كان في مدارس مختلفة ودراسات مختلفة، فعملنا ما بيشملش بس جراحة الثدي في حد ذاتها، هو عملنا بيشمل باختصار كده بسبب وضعي الوظيفي ومهنتي ان انا زميل جراحه عامه وجراحه مناظير واورام وجهاز هضمي. طبيعه العمل بتشمل الجراحه العامه وجراحه مناظير البطن بما يخصنا فيها من جراحه الاورام، وطبعا التخصص الدقيق اللي هو جراحه الكبد والبنكرياس والقناه المناديه. الاتجاهي بالنسبه لجراحات الثدي، هو الفكره جات لي لما استدعونا في المبادره بتاعه الرئيس بالنسبه ل الكشف المبكر وعلاج امراض الثدي بالنسبه للسيدات وصحه المراه، فجتني الفكره ان انا الهدف ان انا الهدف من المبادره ان احنا نرفع الوعي بتاع الستات في مصر، الستات والبنات في مصر بالنسبه لامراض الثدي. امراض الثدي واورام الثدي على الخصوص لو هنشوف الدراسات الحديثه دلوقتي العدد بيزيد قوي، بس الحمد لله نسبة الوفاة تكاد تكون ثابتة، فطبعا دي ملهاش علاقة بالإمكانيات، يعني احنا درسناها ملقناش في علاقة بينها وبين الإمكانيات، الأعداد بتزيد بس الحمد لله بتزيد تقريبا عشان الناس بدأت تهتم شوية بالكشف المبكر زي ما حضرتك، يعني الحالات ممكن تكون موجودة بالفعل قبل كده بس ما حدش بيهتم إلا لما توصل لمرحلة أخيرة. مع المبادرة الرئيس السيسي بدأ الكل ينتبه، بدأ الكل ان هو كل ست تنتبه يشوف ان هو عاوز كشف مبكر، عاوز يطمن على صحته، فهو الهدف الاساسي ان هو رفع الوعي بالنسبه للستات والبنات، لان اكتشاف المرض في فتره مبكره مش بيفرق كمان في الشفاء التام، ده بيفرق كمان في طريقه العلاج. يعني انت حضرتك لما تيجي تعالج ست عندها ورم في الثدي ولسه صغيره او لسه متجوزتش او لسه متجوزه جديد، فهو بالنسبه لها هذا العضو يعتبر مظهر الانوثه، فانت بتبقى بين نارين، ان انت تستأصل الورم جذريا وان انت تحافظ على هذا العضو اللي بيمثل انوثه للبنت او للست، مهمه جدا. وتطور العلاج نفسه بدا من اول هالستيد لما كان بيستأصل الثدي كاملا بالعضله بتاعه الصدر كمان، وكانت الست تطلع مشوهه، الا ما وصل لغايه فيشر وفيرونيزي، وده ما كان يعني من وقت قريب جدا، يمكن ما بنطبقوش يمكن الا من سنه 96 في مصر، ان احنا بدانا نعالج هذه الاورام بالعلاج التحفظي.
بحيث يعني حضرتك علاج تحفظي، يعني انت بتقدر مثلا انت المكان بس ان انت تسيطر على المكان الورم بحد امان حوالي لا بحد امان عشان ما ينتشرش بالاضافه الى علاجات مصاحبه. يعني دلوقتي كمان علاج اورام الثدي ما بيعتمدش على الجراح لوحده زي اغلب الامراض دلوقتي في الطب، بتعتمد على فريق جراحي بياخد القرار، فبيبقى فيهم الجراح وفيهم بطن اورام وفي بتاع العلاج الاشعاعي وفي بتاع تحليل الانسجه والكلام ده. فطبعا بدا يخش في الموداليتيز بتاعت العلاج اورام الثدي، بدا يخش العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي والكلام ده. فبدا احنا في الجراحه بيبقى ادائنا تحفظي بنسبه كبيره، ما بنلجاش للاستئصال كامل للثدي الا في حالات معينه، الا في حالات معينه. حتى لو لجانا كمان بنحافظ على الجلد، يعني ممكن نحافظ على الجلد والحلمه ونشيل الثدي كله، او نحافظ على الجلد بس ونشيل الحلمه والثدي كله، وبندي فرصه للست ان هي تعمل تجميل بعد كده. فالعلاج تطور في اتجاهات مختلفه. يعني الموضوع بقى محتاج الاهتمام شويه، نهتم شويه وما نستناش لما نوصل لمرحله متاخره في دلوقتي العلاج. دلوقتي 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 جميع الحالات بفضل الله سبحانه وتعالى اللي تم اكتشافها مبكرا بتخف، 96% من الحالات بيخفوا تماما. ما شاء الله تماما، كبيره جدا. في معانا فدر الدكتور كده، نحب نسجل الدكتور كده. عبد الرحمن كمال بشكره جدا 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 لان هو يعني الحمد لله بفضل ربنا وفضله ان والدتي قامت بالسلامه، لان العمليه بتاعتها كانت يعني عمليه صعبه جدا جدا. جميع الدكاتره، هي الحاله بتاعتها دي بقى لها 20 سنه الغده عندها، جميع الدكاتره قالوا ان هي مش لها عمليه لان الغده عندها كانت متضخمه جدا جدا. حتى احنا لما بعتنا نعين العينه بتاعت الغده بعدناها تتحلل، جميع الدكاتره برضو في المعامل يعني استغربوا المنظر ده. والحمد لله بنشكر الدكتور عبد الرحمن، ربنا يبارك فيه يا رب، وربنا يجزي خير عن اللي عمله مع والدتي. والله يا رب ربنا يكرمه يا رب. الله يبارك لك يا رب. الحاله بتاعت الحاجه حفيظه كانت عباره عن تضخم عقدي تسممي في الغده الدرقيه، وكانت بتعاني بقى لها سنين طويله، وكان طبعا عندها خنقه وصعوبه في البلع، والحمد لله ربنا وفقنا استخدمنا استئصال كل الغده الدرقيه والحمد لله كويسه. طيب انا عاوز اسمع من حضرتك يا دكتور تعليقك على الفيديو. انا كان ممكن نكمل الفيديو، لا انا عاوز اسمع من حضرتك التعليق على الفيديو او الحاله زي ما هي بتقول قعدت فترة طويلة، يعني 20 سنة تقريبا. ايه يا دكتور، ده شجاعة في اتخاذ القرار وهي مسنة، والحالة بتاعتها ايه؟ يعني احنا اولا نأسف ان احنا خدنا الفيديو ده من غير ما نستأذن حضرتك من على الصفحة، بس احنا حبينا نعمل لك مفاجأة لان حضرتك فعلا متميز في عملك، فكلمنا عن الحالة دي. هو برضه يعني هي الحالة بتاعت الحاجة حفيظة عبارة عن تضخم عنقودي تسممي في الغدة الدرقية، وكان هذا الغدة من ضخامتها بتمتد إلى الصدر خلف عظمة القص. فهو حجم الورم مع وجود تسمم في الغدة الدرقية مع وجود كان في أمراض مصاحبة عند الحاجة حفيظة، فطبعا كانت هي خايفة من ناحية، والدكتور الجراح اللي عايز يعمل عملية محتاج برضه إمكانيات معينة. فهي لما استسلمت بقى للجراحة فهو ربنا وفقنا الحمد لله. ما شاء الله. والحمد لله قامت بسلامة وبقت بخير إن شاء الله. طيب يا دكتور، أكثر النساء عرضة لأمراض الثدي؟ والله هو الستات الأكثر عرضة لأمراض الثدي، الست اللي بتبدأ عندها البيريود في سن قليل بدري صغير شوية وبتنتهي عندها متأخر، فيبقى فترة النشاط المبيض بتبقى طويلة شوية. الست اللي ما خلفتش، دول اللي هم اكثر عرضه، دول اكثر عرضه اللي ما خلفتش او خلفت قليل، الست اللي ما اتجوزتش، الستات اللي بعد سن الياس بيمشوا على احلال هرموني، بس الكلام ده وقف دلوقتي، يعني هو في فتره كده بدا كل الستات بعد سن الياس يمشوا على احلال هرموني بعد سن الياس، دلوقتي خلاص ما عادش حد بيقرها. فدول اكتر ناس كانوا هم بيبقوا عرضه. طبعا الستات اللي عندها تاريخ وراثي دلوقتي بنتكلم تاريخ وراثي، الرضاعه الطبيعيه الرضاعه الطبيعيه طبعا ليها تأثير سلبي ولا ايجابي؟ لا ايجابي طبعا. الست كل ما بترضع طبيعي كل ما بيبقى دي حاجه وقائيه ليها. الست اللي ما بترضعش كتير، الست اللي ما اتجوزتش، الست اللي ما خلفتش كتير، كلها معرضين للورم اكتر. سبحان الله. دلوقتي بنتكلم عن موضوع جيني ووراثي في الموضوع، انا في جينات معينه بترتبط ببعض امراض الثدي بس بنسبه قليله. طب فطبعا يا دكتور، طرق الفحص والوقايه عامه لاورام الثدي او
للثدي عامه، مش الاوراق السرطانيه بس، امراض الثدي هنقول امراض الثدي عامه السرطانيه والامراض العاديه، يعني طرق الفحص والوقايه المبدئيه ليها، ان هي الست تبقى محتاجه ان هي تروح دكتور، مش اي وجع مثلا هتضطر نرجع دكتور. انا ما بقاش عاوزين نكبر الموضوع او الناس تخاف من الموضوع، بس في نفس الوقت يبقى فيه اهتمام. هو اول حاجه في اي مرض او في اي ورم او لا قدر الله في اي حاجه، رقم واحد وعي الانسان، لازم يبقى في وعي بهذا الموضوع، وعي بطرق علاجه. وانا شايف حضرتك كمان عامل يعني حلو قوي جدا، انا قراتها عن نفسي ففادتني، ادتني معلومات ممتازه. بعد اذن حضرتك طبعا امسكها. دي يعني انا بشرح مبادره الثدي، انا عملت زي نموذج كده للمتابعه الدوريه بالنسبه للستات اللي كلها هتشترك معايا. ده جميل جدا، فهي بتاخد هذا النموذج جداً. ايوه بتفتح، بيتكتب اسمها والتليفون والسن، وبعد كده في التقويم بتاع العام، بحيث ان احنا بنشجع الفحص الذاتي للسيدات والبنات. ايوه يعني دايما فيها كمان طرق، ده هي كمان انا قراتها فيها الطرق، الفحص الذاتي تقدري تفحصي نفسك. انا ده هي مفيده جدا. طبعا هو طبعا مفيش مجال ان احنا نشرح ازاي طريقه الفحص الذاتي دلوقتي، يعني ممكن تخش على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك وتشوفها ان شاء الله. فطبعا لازم بتثبت ميعاد بعد البيريود باسبوع وتفحص نفسها، وعملت لها تقويم في 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 النموذج دوت، بحيث ان هي بتسجل الميعاد اللي هي فحصت فيه ذاتها، وبعد كده كتبت مقال عن ملخص امراض الثدي والكلام ده، بحيث ان هو يرفع نسبه الوعي شويه، وبعد كده جدول للمتابعه، بتيجي تسجل التاريخ اللي هي زارتنا فيه واحنا شفنا ايه وبنسجل حالتها، فبحس في اي وقت بتيجي تتابع بيبقى معانا التاريخ كله. احنا الكلام جميل جدا ومش عايز ينتهي، اتمنى ان تكونوا استفدتوا معانا. شكرا، وبنشكر الدكتور، بنشكر اشكرك يا استاذ حنان. شكرا اعزائي المشاهدين، نورتنا خالص والله. شكرا، حلقه جديده من نماذج مشرقه. شكرا.